في الرابع من سبتمبر 2004 يتصل جيمس كيون بالطوارئ ليخبرهم بأن زوجته جولي لديها صعوبة في النطق وغير قادرة على الحركة. بعد نقلها إلى المستشفى قال الأطباء إن ذلك بسبب مشاكل في الكلى، وعادت لبيتها بعد أن تحسنت قليلا. بعد أيام دخلت جولي للمستشفى مرة أخرى، ولكن هذه المرة لم تعد للبيت، حيث توفيت بالمستشفى في 8 سبتمبر 2004. سيدة لديها مشاكل بالكلى وتوفيت على أثر المضاعفات. إنه أمر يحدث كثيرا، ولكن للقصة وجه آخر. جولي ويبر الشابة التي اختارت دراسة ومهنة التمريض لمعرفتها بمعاناة المرضى من الألم، حيث أنها تعاني من مشاكل في الكلى منذ الطفولة. تزوجت جولي من الشاب الذي أحبته منذ أيام الجامعة، وكانت بينهما قصة حب يعرفها كل الأصدقاء، إلى أن تزوج رسميا في عام 1996. كان يعيشان في ولاية ميزوري، وتحديدا في مدينة كنساس، حيث أصبح جيمس مذيعا في إذاعة المدينة. وبعد سنوات من العمل بالإذاعة حصل جيمس على وظيفة براتب أكبر وامتيازات أفضل في أحد شركات الاستشارات التعليمية. عاش جيمس كيون وزوجته جولي سنوات سعيدة، فقد جمعهما الحب، والعمل يدر دخلا يضمن لهما حياة كريمة. لم يكن ينقصهما شيء سوى الأطفال، فهما لم ينجبا رغم مرور سنوات على زواجهما. كما أن مرض الكلى الذي تعاني منه جولي منذ الصغر كان عاملا منغصا من وقت لآخر، فقد كانت مشكلة الجفاف التي تمثل خطرا على جولي تؤرقهما، ولكن تم التغلب عليها حين بدأت في تناول أحد المشروبات التي يستخدمها الرياضيين من أجل الارتواء طويل المدى. كان من الواضح للجميع أن جيمس وجولي زوجين سعيدين يعيشان في طرف وينفقان بسخاء، وأن السبب وراء ذلك بكل تأكيد هو جيمس، حيث أن مهنة التمريض بالنسبة لجولي لن تدر دخلا كبيرا. في عام 2004 أخبر جيمس صاحب عمله في شركة الاستشارات التعليمية بكنساس أنه قد تم قبوله في جامعة هارفرد المرموقة، وسأله عما إذا كان يمكنه أن يستمر في العمل ولكن عن بعد من منطقة بوسطن، حيث سيضطر للانتقال لهناك للالتحاق بالجامعة. فوافقت الشركة وانتقل جيمس وزوجته جولي إلى بوسطن في يناير 2004. لم تتغير مظاهر حياة الزوجين السعيدين بعد الانتقال إلى بوسطن، فالبيت الذي استأجره جيمس يعد بيتا فاخرا، وسيارته من الماركات الراقية، وحتى أكسسواراته من بيوت الأزياء الكبيرة. لم يكن ينغص حياة زوجته جولي سوى متاعب الكلى التي تعاني منها منذ الصغر وتأخرها في الإنجاب. وبعد 9 أشهر من انتقالهما إلى بوسطن في 4 سبتمبر 2004 تتفاقم وبشكل مفاجئ الحالة الصحية لجولي، وتفقد القدرة على الحركة وتدخل المستشفى من أجل الفحص. وبالطبع تتركز الظنون في أن كل هذا بسبب ما تعانيه من مرض الكلى. تعود جولي إلى بيتها بعد استقرار حالتها رغم أنها لم تتحسن كليا، ولكنها في حال أفضل، ثم أن الأطباء يعرفون أن متاعب الكلى لديها هي حالة مزمنة. وفي 8 سبتمبر 2004 تتوفى جولي بالمستشفى التي عادت إليها مرة أخرى، حينما تفاقمت حالتها لدرجة أسوأ من السابق. من المعروف أن حالات الوفاة داخل المستشفيات لا بد من تشريحها وإصدار تقرير مفصل عن سبب الوفاة. وبفحص جثمان جولي جاء في تقرير التشريح وجود مادة سامة بالجسم. هذه المادة
هي إيثيلين جلايكول، وهي مادة مانعة للتجمد تضاف إلى الماء المستخدم في تبريد محركات السيارات، تلك المادة التي غالباً ما يكون لونها أخضر. وهنا تبدأ خيوط قضية جديدة لم تكن بالبال، حيث أن الجميع قد ظن أن الوفاة كانت بسبب مرض الكلى القديم. حين بدأت التحريات، كان توجه الشرطة في بادئ الأمر أن جولي ربما أنهت حياتها بسبب متاعبها من مرض الكلى، أو ربما فعلت ذلك حين علمت أن مرضها هذا قد يحرمها من الإنجاب مدى الحياة، وأنها كانت ترغب في الأمومة بشكل كبير. لكن هذه الفرضية تم استبعادها لسبب منطقي، وهو أنها ممرضة وكانت تملك القدرة على الانتحار بعقاقير تقتل أسرع وأقل ألماً. ثم كيف لها أن تعرف أن مادة مانع التجمد سوف تقتلها؟ كما أن الجميع أكدوا أنها كانت زوجة سعيدة تحب زوجها، وهو أيضا يبادلها نفس المشاعر، ولم تكن واثقة من أنها لن تنجب. استمرت التحقيقات لأكثر من عام دون الوصول إلى نتيجة، وأثناء ذلك كان زوجها قد ترك البيت الذي كان يعيشان به وعاد مرة أخرى للعيش في بيت صغير في ولاية ميزوري. وذكر جيمس لأحد أصدقائه أنه ربما تكون زوجته قد تناولت مانع التجمد ظنا منها أنه مشروب الرياضيين، حيث أنه له نفس اللون، وبرر ذلك بأنها كانت في الفترة الأخيرة تصاب ببعض التشويش الذهني وعدم التركيز بسبب جرعات علاج الكلى. وربما أن أحدا قد ترك سائل التبريد في زجاجة من زجاجات مشروب الرياضيين، وأنها تناولته ظنا منها أنه المشروب الرياضي. في أحد الأيام يتصل بالشرطة صاحب البيت الذي كان يستأجره جيمس وجولي في بوسطن، ويطلب حقه في دخول البيت بعد أن تخطى جيمس دون سداد الإيجار الفترة القانونية التي تسمح للمالكة بدخول البيت. وحين تم دخول البيت اكتشفت الشرطة أن جيمس قد وضع كل المقتنيات في صناديق كأنه أعدها للنقل، ولكن ما كان ملفتا لهم هو تركه أخص مقتنيات زوجته الحبيبة كخاتم الزواج وفستان الزفاف وراءه دون اهتمام، بدليل أنه لم يسدد إيجار البيت الذي ترك فيه تلك المقتنيات. وهنا بدأت الشكوك تحوم حول جيمس، وبالتحري علمت الشرطة أن صاحب شركة الاستشارات التعليمية التي كان يعمل بها جيمس قبل انتقاله من ميزوري إلى بوسطن قد قام بفصله من العمل لأنه اكتشف أن جيمس قد كذب بشأن التحاقه بالجامعة في بوسطن، كما أنه سرق تصميم موقع ويب طلب منه تطويره لصالح الشركة. وهنا يأتي السؤال الكبير، لماذا يكذب جيمس ويترك ميزوري للذهاب إلى بوسطن بعيدا عن كل الأهل والأصدقاء مع المخاطرة بفقدان وظيفته؟ ثم لماذا يقدم على سرقة موقع ويب كان يعمل على تطويره في الوقت الذي يعيش فيه حياة رغدة وليس بحاجة لكل هذا؟ بتلك الشكوك تضيق الدائرة حول جيمس وأنه يخفي كل الأسرار. وبعد تحريات دقيقة حول أوضاع جيمس المادية تكتشف الشرطة أن الرجل يعيش على الديون ولا يسدد حتى مديونات بطاقة الائتمان، وأن كل الطرف الظاهري هو ديون في الواقع، كما أن بعض الأماكن التي عمل بها ذكرت أنه قد تم إنهاء خدماته لوجود شبهات حول تلاعبه والحصول على مبالغ كبيرة بشكل يصعب إثباته. وصلت التحريات إلى أن جيمس يحاول الآن صرف مبلغ بوليصة تأمين على الحياة خاصة بزوجته الراحلة وقيمتها 250,000 دولار. وبالطبع فإن هذا المبلغ مع كل هذه الديون يعتبر المخرج الوحيد والحل الأمثل لمشاكل جيمس كيول. وهنا
أصبح لدى الشرطة مبررات تخولها باستصدار أمر بالقبض عليه وتوجيه تهمة القتل العمد. تم القبض عليه في نوفمبر 2005 بعد أكثر من عام على وفاة زوجته، وأثناء استجوابه ظل ينكر ارتكابه لجريمة القتل وأن الكل يعلم أنه كان يحبها وأنهما كانا زوجين سعيدين. استمر التحقيق دون دليل قاطع بأنه هو القاتل إلى أن تم فحص جهاز الكمبيوتر الخاص به والذي كان بمثابة مفتاح اللغز الكبير، فقد وجدوا أن جيمس قد أمضى أياما على الإنترنت يستخدم كلمات البحث من قبيل طرق سهلة للقتل، كيف تقتل باستخدام مانع التجمد وكلمات مشابهة لذلك. ويبدو أنه قد عرف من الإنترنت أنه يمكنه خلط مانع التجمد مع مشروب الرياضيين، حيث أن لهما نفس اللون وأن مانع التجمد له طعم حلو ولن يشعر أحد بوجوده في المشروب. قامت الشرطة بفحص كمبيوتر جولي فاكتشفوا أنها كانت تبحث على الإنترنت عن وسائل للتعايش مع متاعب الكلى، إذن هي لم تكن ترغب في الموت. كما وجدوا إيميل أرسلته لإحدى صديقاتها تخبرها بأنها لا تحب مشروب الرياضيين الذي يقدمه لها جيمس ويصر أن تتناوله، وأنها تشربه فقط لأنه أخبرها بفوائده للكلى. وبهذا تكون الشرطة قد امتلكت الأدلة المادية لتوجيه الاتهام، وبالفعل بدأت محاكمة جيمس كيون، واستمرت الجلسات حتى تاريخ 2 يوليو 2008، حيث تم الحكم عليه بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى وعوقباه بالسجن مدى الحياة. عجيبة هي الحياة، أمن السهل هكذا أن ينخدع الإنسان لدرجة أن يعايش ويحب ويتزوج قاتله؟